ننتقل مباشرة إلى أرلينغتون، إلى المقبرة في ضواحي العاصمة واشنطن لإحياء يوم المقاتلين القدامى، وهي عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية يحيي خلالها الأمريكيون ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى. وكما نرى في هذه الصور المباشرة الرئيس المنتخب جو بايدن يزور هذه المقبرة الرمزية في أرلينغتون، إذن في ضواحي العاصمة واشنطن لإحياء ذكرى المقاتلين القدامى. ومن المتوقع أيضا أن يزور المكان نفسه الرئيس دونالد ترامب أيضا لإحياء ذكرى المقاتلين القدامى، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الأمريكيون. وترامب إذن يزور مقبرة ويلمينغتون في ضواحي واشنطن أيضا بعد قليل. وهذه الصور المباشرة لزيارة الرئيس المنتخب جو بايدن لمقبرة أرلينغتون في ضواحي واشنطن احتفاء بهذه الذكرى.